ريال استيت اندستري. دلوقتي انت لازم تكون فاهم لما تكون شغال في مجال او في اندستري زي مثلا الريال استيت، تكون فاهم كل جزء في الاندستري دي بيكمل بعضه ازاي، وكل ناس او كل الناس اللي شغاله في الاندستري دي ازاي هي فاهمه بعض وازاي بتقدر تشتغل وتكمل بعضها. يعني مثلا لو انا قلت دلوقتي ان انا شركه ديفلوبر، شركه ديفلوبر يعني انا شركه المفروض ببني مشاريع ريال استيت او ببني مشاريع وزي المباني والفلل وما الى ذلك. طب انا لو انا هشتغل على ده، هل في حد بيكمل معايا او في حد بيكمل ورايا؟ هل انا هقدر ابيع إيه؟ لو انا ببني كومباوند كامل، هل هقدر ابيع الكومباوند كله؟ لا، لازم أن يكون في حد بيكمل ورايا، زي مثلا شركات البروكر. تمام، شركات البروكر. طيب تعالى كده نفهم الاندستري دي ماشيه ازاي، او الاندستري دي مين اللي ممكن يشتغل فيها وبيشتغل فيها ازاي. طيب تعالى كده، لما انا هقول لك ان الاندستري دي المفروض في جزء منهم شركات اساسيه جدا 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 او افراد هم اسمهم الديفلوبمنت، الديفلوبمنت او الديفلوبر. لما ساعات كده بتسمع، او لو انت في الاندستري هتسمع طبعا، او انت عارف الشركات الديفلوبر. طب الديفلوبر ده اللي بيكون معاه الارض وبيبتدي يبني عليها، او معاه المكان اللي بيبني بيه، او هو صاحب الجزء او الكاتيجوري اللي احنا شغالين عليه في الريال استيت او في المجال بتاعنا. يعني مثلا لو انا دلوقتي عامل كومباوند او باني كومباوند، تمام. طيب الكومباوند ده مثلا المفروض ان ليه حد هو اللي بنيه، ده بيبقى اسمه ديفلوبر. طيب ممكن انت تشتغل ايه لو انت مع الديفلوبر؟ تشتغل حاجات كتير جدا، او في الاندستري دي بيكون في ناس شغاله كتير جدا. خلينا في الجزء بتاعنا في الاندستري دي، اللي هو انت ممكن تكون شغال سيلز، ممكن شغال ماركتنج، ممكن شغال ماركتنج اند سيلز. تعالى كده نشوفها ازاي. لو انت شغال ماركتنج، فانت بتعمل كامبين استراتيجي، بتعمل ماركتنج استراتيجي، بتبني اناليسز، بتفهم الكلاينتس، بتبتدي تشتغل على الادفيرتايزنج، القصص دي كلها. طيب خلاص انت عملت الجزء ده، هل في حد تاني بيكمل وراك؟ في جزء تاني بيكمل وراك، هم بتوع السيلز، هم بتوع السيلز. طب انت ممكن انت تشتغل اصلا تكمل، في ناس بتكمل معانا في المجال، هو عمل الماركتينج بتاع الشغل، عمل الاعلانات بتاعته او عمل جزء من شغل الماركتينج، ويكمل بعدها شغل السيلز. خلاص العميل جه الانترستد اللي عمل له ادز، بيكمل معاه ويحكي له بقيه تفاصيل البروجكت، وينزل معاه زيارات، يزور الموقع نفسه او البروجكت نفسه، وبعد كده يبتدي يقفل الديل ويكمل معاه. ده جزء. الجزء التاني بيكون شغال سيلز بس، هو ملوش دعوه بالماركتنج، ملوش دعوه بالليدز، ملوش دعوه بالاعلانات، ملوش دعوه باي حاجه. كل قصته في الحياه ان هو بياخد العميل، او بياخد رقم تليفون العميل بمعنى اصح، ويبتدي يتفاوض معاه ويحاول يقنعه بالبروجكت اللي هو شغال عليه. طيب عندك ده جزء. طب الجزء اللي بعد كده ايه تاني؟ الجزء اللي بعد كده شركات البروكرز او الافراد البروكينج. طيب المفروض بتاع البروكر ده بيعمل ايه، او اساسياته او شغله بيعمل ايه؟ كل ما بيشتغل عليه انه بيحدد بروجكتس محدده بيعملها بتوع الديفلوبر، ايا كان البروجكتس دي او نوعيه البرودكت ده هو ايه بالظبط، حسب الكاتيجوري اللي شرحناها قبل كده، ايا كان هو ايه، ويبتدي يشتغل عليها ان هو يبيعها ويشتغل لها سيلز. طب ايه الفرق ما بين بتاع الماركتنج اند سيلز، او سيلز اند ماركتنج، او بتاع السيلز وبتاع الماركتنج، وبتاع البروكج؟ بتاع البروكج هو مسؤول عن كل حاجه، المهم ان هو يبيع الوحده دي او يبيع البروجكت ده، بغض النظر هو شغال سيلز، شغال ماركتنج، شغال ريسيل، شغال ايا كان هو ايه اللي شغاله، المفروض ان هو بياخد ده يبيعه. طب في حد شغال بروكر ويكون مش بيشتغل ماركتنج؟ في ناس بتكون شغاله في الكومباوندز نفسه، بيكونوا مستنيين الزيارات او الكلاينتس نفسهم، ويبتدوا يتعاملوا معاهم ويبتدوا يبيعوهم، زي بالظبط كده بتاع السمسار، زي البواب، زي مثلا اي شخص ممكن ان هو ياخد بروجكت يبتدي يبيع فيه، ايا كان بقى هل هو فاهم ماركتنج او لا، اشتغل وشغال وعارف ان هو شغال ماركتنج ولا سيلز، هو كل قصته في الحياه او كل اللي بيشتغل عليه ان هو بياخد البروجكت يبتدي يشتغل عليه ويبتدي يبيع في البروجكت ده. طيب عندنا بعد كده البروبرتي مانجمنت، تمام، الجزء اللي احنا قلناه قبل كده، الديفلوبمنت والسيلز والماركتنج والبروجكت ممكن يكون معروفين بالنسبه لي. الجزء الثاني مش كل الناس بتكون عارفاه. طيب البروبرتي مانجمنت ده ايه؟ لو انا شغال في اندستري بتاعه الريال استيت، ودلوقتي انا شغال ديفلوبر،
او انا بنيت كومباوند او بنيت وحدات سكنيه معينه، بس الوحدات دي انا محتاج حد يديرها. تعالى كده والله ده كومباوند كبير، محتاج امن، محتاج اداره كامله تلم مصاريف الصيانه بتاعت الكومباوند، محتاج حد يدير العمال اللي بينظف الكومباوند، محتاج ناس تبتدي تشتغل سيرفيس جوه الكومباوند، محتاج ناس تتعامل مع مشاكل الكومباوند وحلولها، محتاج ناس تكون مراقبه الكومباوند وتقدر الناس تشتغل عليه بشكل كويس. فده بيتسمى بروبرتي مانجمنت. بروبرتي مانجمنت، بروبرتي مانجمنت هو اللي بيدير الكومباوند او بيدير القريه او بيدير الوحدات السكنيه او بيدير العماره، او زي ما بيتقال كده عندنا هيئه مديرين العماره او المسؤولين عن العماره. هي نفس القصه بالظبط بس على سكيل واسع شويه. طيب بعد كده الريال ستيت لاندنج او الريال ستيت لاندنج ده بيتكلم في ايه؟ ساعات كده بتسمع او بتشوف او لو عملت سيرش هتلاقي الشركات او هتلاقي البنوك التمويل العقاري، وفي افراد تمويل عقاري، وفي شركات تمويل عقاري، وفي بنوك تمويل عقاري. فانت اللاندنج هنا هو بيتكلم في ان ده بيمول عقاري. يعني ايه؟ هل انا ممكن اشتغل فيها؟ او انت ممكن تشتغل فيها سيلز، ممكن تشتغل فيها اكاونتنج، ممكن تشتغل فيها اي حاجه وتكون برضو شغال في الريال استيت. طب هل الجزء ده لازمته ايه او بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في ان انت ممكن تشتغل على جزء الريال استيت تمام في ريال استيت لاندنج كومباني او بنك او مع اشخاص، لكن شغلتك فيها بتكون عامله ازاي؟ انت بتمول الشخص اللي محتاج يشتري عقار بس محتاج سيوله، محتاج فلوس عشان يشتري ويدفع بالتقسيط من ناحيه تانيه. وانا افترض ان انت مثلا بنك تمويل عقاري، حلو، بتعمل ايه؟ والله انت بيجي لك الكلاينت عندك يقول لك والله انا محتاج اشتري مثلا شاليه في مراسي. حلو جدا. طب انت عشان تشتري الشاليه ده والله محتاج مبلغ معين. طب المبلغ ده المفروض انا مش معايا ادفعه، فانت يا بنك او يا شركه تمويل عقاري ادفعي لي وانا اقسط لك انت بالتقسيط اللي يتناسب معايا. طيب الجزء اللي بعد كده ايه؟ البروفيشنال سيرفيس. انت دلوقتي في شركات شغاله بروفيشنال سيرفيس في ريال استيت. يعني ايه؟ والله انا عندي كومباوند او عندي قريه او عندي مجموعه شاليهات، فانا محتاج شركه سيرفيس تخدم عليها. تخدم عليها ازاي؟ محتاج اسانسيرات. خلاص كومباوند كامل محتاج اسانسيرات، ببتدي اشتغل عليه. والله انا محتاج في السيرفيس بتاعتي صيانه للشركات دي نفسها او للكومباوند نفسه في كل الفيلا اللي فيه. خلاص دي دول بتوع الصيانه او شركه صيانه. طب والله انا محتاج ان انا اشطب الواجهات كلها بتاعت او اعيد تشطيب في شركات او في قرى بتعمل تشطيب للواجهات كل سنه. فوالله انا احنا كبروفيشنال سيرفيس او احنا بنقدم سيرفيس للكرة دي، احنا بنقدم كل الخدمات اللي انت تقدر تحتاجها جوه الكومباوند. والله احنا محتاجين مثلا نعمل السباكه بتاعه الكومباوندز كله ونعيد عليها او نشتغل عليها او نشطبها. فخلاص في شركات بروفيشنال سيرفيس زي مثلا بالظبط كده شركات المقاولات، هو بياخد كومباوند على بعضه ويبتدي يشتغل عليه از سيرفيس. طيب دي كده الاندستري نفسها، دي كل اللعيبه او كل الناس او كل الاندستري بشكل عام. اي حد شغال في ريال استيت في مصر وبيشتغل في المجال بتاع الريال استيت لازم يكون بيلعب في واحده من الجزء ده، لازم يكون بيلعب في واحده من الجزء ده عشان يقدر يخدم على جزء تاني. شركات الديفلوبر بيخدم عليها البروكج، والبروكج بيخدم معاهم السيلز والماركتنج، والبروبرتي مانجمنت بيخدم على الناس او الكلاينتس اللي بتشتري في الريال استيت، والريال استيت لاندنج نفس القصه، والبروفيشنال سيرفيس بتخدم على الديفلوبمنت وما الى ذلك. فهو مجال كله بيخدم على بعضه، كل المجال بيبتدي ان هو يكمل بعضه. فانت لازم تكون شغال في واحده من دول وتبقى عارف التكملة بتاعتك رايحة فين عشان تعرف تضيف اد فاليو بحسب البروجكت او بحسب الجزء اللي انت شغال فيه جوه الاندستري دي.